بين الأجواء الرمضانية وما تقتضي حالة الطوارئ من يقظة، تواصل فرق الديوان التونسية على الحدود تمركزها حتى اللحظات الأخيرة قبل موعد الإفطار. ورغم أن الحركة تبدو عادية هنا بمعبر راس جدير، إلا أن العمل يتواصل خاصة مع مراقبة السيارات والسلع الوافدة من القطر الليبي. في رمضان أنت واكبت وجبة إفطار معنا، الأولاد كل نجتمعوا نجيبوا، كل واحد يجيب ما من داره يجيب فطورة، وتتلم الأولاد كله ونقسموا على جروبات على زوز فرق. فريق يقوم بالحراسة بحكم البلاد في حالة طوارئ ما نجموش يعني يفطر الناس كل في وقت، يقوم بالحراسة، وفريق يقوم بالإفطار إفطار خفيف يعني. من بعد يمشي الحراسة والفريق اللي كان يحرس هو اللي يجي يفطر، وبعد ربع ساعة يرجع للعمل العادي يعني. الوضع على الحدود التونسية لا يمثل استثناء، وهو حال كل الوحدات الأمنية المنتشرة كذلك داخل البلاد، كما هو حال الدورية هذه الموجودة بجهة سكرة من ولاية تريانة، واللي واصل أعوانها القيام بدورهم على أتمم وجه لحماية البلاد. فريق قناة نسمة كان موجود وترأسه السيد نبيل القروي، وين قام بتناول الإفطار مع أفراد هذه الدورية وعبر عن دعمه ومساندته لجهود قوات الأمن والجيش الوطنيين. هكا متجندين جنب إلى جنب جيش وأمن وديوانة، وهدفهم واحد وهو الحفاظ على تونس، ليظل العين الساهرة دائما على مناعة تراب الوطن.